يعني لأول مرة ومواصفات خاصة تم إنشاء أول حضانة في واحة سيوة على الطراز البيئي. تم إنشاء مبنى الحضانة بما يتناسب مع طبيعة المناخ بسيوة كنموذج جديد بيراعي الالتزام بالنظام البيئي وطبيعته الجافة والحارة والحارة في واحة سيوة. شيء جميل جدا طبعا. عايزين نعرف تفاصيل أكتر إزاي ده حصل وتم. معانا على الهاتف دكتورة دار السلام حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح. بنرحب بحضرتك معانا على الهواء وصباح الخير يا مصر. صباح النور وأهلا وسهلا بحضراتكم، ودايما على طول مصر منورة بيكم. أول حضانة في واحة سيوة على الطراز البيئي، احكي لنا القصة. طبعا هي أول حضانة موجودة في سيوة فعلا على الطراز البيئي، معمولة كلها بمكونات البيئة وهي فعلا صديقة للبيئة. يعني أنت لو درجة الحرارة بتاعتها بتبقى على طول، مش محتاجة تكييف، مش محتاجة مراوح. ممكن طبعا البيئة في مجتمع السيوة هي بيئة حارة جدا، تمام، هتقدر تتصاب الأطفال في المرحلة العمرية من عندنا من سن موجودة عندنا من سن سنتين أو 3 سنين لحد سن 6 سنوات، تمام. الحضانة دي أول حضانة تبنى فعلا على النموذج البيئي، وتتوالى بعد كده إن شاء الله إنشاء الحضانات على هذا النموذج. بالنسبة بمعنى إيه النموذج البيئي عشان نوضح للسادة المشاهدين؟ هي حضانة صديقة للبيئة، كل خاماتها من الخامات البيئية اللي موجودة في المجتمع السيوي. طيب يا فندم، بالنسبة للطاقة الاستيعابية أو عدد الأطفال اللي تقدر الحضانة تستقبلهم قد إيه تقريبا؟ هل تم افتتاح الحضانة للتدريس بيها ولا لسه؟ لا، بالنسبة للحضانة لم يتم الافتتاح لسه، في انتظار إن شاء الله معالي الوزيرة إن شاء الله عشان تفتتح الحضانة. الحضانة لسه بنبدأ فيها التجهيز بتاعتها بالنسبة للتجهيزات الداخلية إن شاء الله بإذن الله، وخلال شهور هيتم افتتاحها بإذن الله. تمام. طب عدد الأطفال المتوقع إن الحضانة تستقبلهم، وهل بس من أبناء سيوة ولا كمان من أبناء الواحات المجاورة والأماكن المجاورة؟ لا، من أبناء الواحات المجاورة، هي خاصة بسيوة فقط. يعني أبناء سيوة فقط. لأن إحنا تم إنشاء مجموعة من الحضانات وفق للبرنامج الرئاسي 7 حضانات، وهي تعتبر الحضانة النموذجية اللي على التراث البيئي اللي معمولة بس فقط في سيوة. طب يعني في عامل اخر مهم جدا يا فندم، هو عامل الامان في الحضانه، هذه الحضانه يعني انه خاصه اي حضانه لازم يكون فيها عوامل امان بشكل وبيكون ليه قواعد معينه، تكلميني عن الموضوع ده اكتر يا فندم. طبعا هي معموله طبعا حتى الاماكن اصلا مخصصه، معموله بالامان، معموله بنظام، هتبقى في كمان نظام الحمايه المدنيه عشان الاطفال، كل ما هو مخصص للولاد للحمايه بتاعتها، سواء المكان من بره، الحراسه، كل الاماكن خاصه بالاطفال نفسها. تمام. طب أستاذة دكتورة دار السلام، حابين نعرف أكتر من حضرتك على إزاي أطوع كده المفردات اللي موجودة في البيئة عندي في واحد سيوة عشان أرفع ثقافة الوعي لدى الأطفال اللي موجودين بأهمية البيئة وأهمية الحفاظ عليها. ده ممكن يتم إزاي، ودوركم كمان في مديرية التضامن الاجتماعي بيكون إزاي؟ دورنا ان احنا بنخلي الاطفال ازاي يحافظوا على البيئه، يحافظوا على المكونات البيئيه نفسها، التراث البيئي نفسه، سواء المشغولات، الحاجات اللي هي المفروض تتعمل يدويه الخاصه بالمجتمع السيوي نفسه. بتقدموا مبادرات يعني حابين نتعرف اكتر على المبادرات اللي بترفع الوعي ده لاطفالنا هناك ازاي؟ من خلال الرسومات، من خلال اماكن التشغيل اللي عندنا، من خلال مؤسسات المجتمع المدني. عندنا مؤسسات المجتمع المدني نشطه جدا في الموضوع دوت، ان هي بتحافظ على التراث البيئي. طب دكتورة دار السلام، يعني مين اللي هيكون قائم على تشغيل الحضانة، والحضانة هتستقبل أطفال من سن كام لكام؟ الكادر كمان اللي هيدرس في الحضانة أو هيكون موجود في الحضانة، لو حضرتك تقول لنا كمان تفاصيل عن النقطة دي. الكادر اللي موجود، احنا لسه لحد دلوقتي الحضانه لسه ما بداناش التشغيل، احنا لسه في البناء بتاعها، الاكتمال البناء والاساس بتاعها. هنبدا بعدها نحط خطه للتشغيل، ومعالي الوزيره تحط لنا الخطه بالنسبه للتشغيل، لانها هتبقى حضانه مختلفه كتير جدا عن الحضانات الاخرى. مختلفه في ايه يا فندم غير فكره بنائها؟ مختلفه في ايه يا فندم غير فكره بنائها على الطراز البيئي؟ يعني ايه اللي هيكون مختلف؟ مختلفه، هنحاول نخلي الولاد الانتماء بتاعهم للبيئه نفسها، ويبقى حتى التصميمات اللي هتتم جوه المكان هتكون مرتبطه بالبيئه نفسها، والرسومات اللي هتتم اتحطها، الطراز نفسه موجود ازاي، الولاد كمان يعملوا الحاجات البيئيه دي.
نعلمهم ازاي يعملوا الحاجات البيئيه الموجوده في المجتمع السوري. احنا شايفين مع حضرتك على الهواء دلوقتي صور للحضانه وملاحظين كمان فكره انه المكان مفتوح، يعني في طبعا اماكن مغلقه جوه الحضانه، لكن فكره انه الطفل يبقى موجود في البيئه بشكل مباشر في ساحه مفتوحه، ده بينعكس ازاي على شخصيته؟ حضرتك طبعا ده بينعكس ان المكان مش مغلق، المكان طبعا عشان نشوف حضرتك مفتوح بالزرع بالمكان، لان المكان لسه حضرتك يعني لسه في بدايه الانشاء زي ما حضرتك شفت. اكيد ان احنا عاملينه مفتوح مش مغلق، ان الطفل دوت يبقى مفتوح على البيئه على التراث بتاعه. مفيش حاجه مختلفه عن البيئه اللي موجوده، بيتفاعل بشكل مباشر كده على طول مع كل اللي حواليه، مع محيطه يعني. ايوه مع المحيط اللي موجود حواليه. شوف ما شفت حتى الجدار معمول قد ايه، مستوى الطفل نفسه شايف اللي حواليه، البيئه اللي حواليه كلها مش جدار عالي، لا ده الجدار مستوى صغير جدا بحيث ان الطفل يشوف البيئه اللي حواليه اللي موجوده. طيب دكتوره دار السلام، يعني عايز اعرف من حضرتك برضو، حضرتك قلت لي بالفعل انه لسه بعد اكتمال البناء والانشاءات هيكون في خطه للعماله او التشغيل اللي هتكون موجوده في الحضانه، بس يعني مبدئيا هل في خطه عن عدد الاشخاص اللي ممكن ان هم يشتركوا في العمل في هذه الحضانه؟ هل هيبقى في او في خطه لاقامه حضانات اخرى من نفس النوع؟ وكمان لو حضرتك تقول لنا لو عندكم يعني لو في ممكن عدد الاطفال في سيوة اصلا قد ايه؟ عدد الاطفال في سيوة يعني ممكن يستفيدوا من الحضانه دي؟ دلوقتي مش معايا بالنسبه لعدد الاطفال اللي موجودين في سيوة بالنسبه لسن الحضانه. تمام، ولكن احنا في اتجاهنا ان شاء الله هيبقى في على انشاء، معالي المحافظ اعطى تعليمات ان يتم، والمعالي الوزير ان هيتم بعد كده انشاء حضانات على نفس المستوى خصوصا في سيوة. نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح. يعني مهم جدا طبعا النقطة دي مهمة قوي، فكرة إنشاء حضانة خاصة بمواصفات تناسب وتوائم كمان مناخ وطبيعة واحد سيوة، دي نقطة مهمة. نشوف التجربة دي يا جمانة في محافظات كتيرة جدا، يعني ربط التعليم بالمجتمع، ازاي نعمل مباني تعليمية مرتبطة بالبيئة اللي احنا عايشين فيها. وطبعا احنا عندنا تميز وثراء في كل الـ 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 الوان المجتمع او المحافظات في مصر.